أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قراراً بتحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 لتشمل 15 رمزاً انتخابياً. نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة بتحديد الرموز الانتخابية ليختار منها كل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأي سبب من الأسباب، وذلك وفقاً لأسبقية تقديم طلب الترشح. وشمل القرار أنه في حالة عدم قيام أحد طالب الترشح باختيار رمزه الانتخابي، تقوم الهيئة بتعيين رمز انتخابي له من بين الرموز المتاحة.